من الآليات المستحدثة التي سخرت للحفاظ على الحرفة وضمان ديمومتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تمنح قروض للحرفيين لاقتناء المواد الأولية ومزاولة النشاط الحرفي والإبداع فيه. وفي هذا السياق استفاد حرفيو ولاية تندوف من هذا الجهاز لتطوير الحرفة والمشاركة في الحياة الاقتصادية. كنت بادية بمشينة واحدة صغيرة، من بعد توجهت للمؤسسة واستفدت من القرض لنوسع النشاط نتاعي وندير عمل خاص بي. بيان سور استقبلت متمهنات وحاليا متمهنات تاعي راهم مدمجات. الاستفادة نتاع 10 ملايين هذه نتاع لونجيم استفدنا منها صح 10 ملايين وإفادة صح، ولكن ما هي إفادة قليلة شوي يعني بالنسبة للإنسان اللي يخدم الحولي. وقد أحصت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالولاية لسنة 2012 1617 طالب ودراسة 1335 ملف وتمويل 1147 شاب من هذه القروض المصغرة بمختلف الصيغ. قمنا بدورات تكوينية خاصة بال مستفيدين من القرض المصغر أو من المؤهلين للاستفادة، شملت 175 مستفيد. وتعكس هذه المعطيات المجهودات التي تبذلها الوكالة لتشجيع الشباب للمشاركة في التنمية المحلية وفتح مناصب شغل دائمة.